حققت وزارة الإسكان إنجازا عالميا بتنفيذ أكبر عدد من القواعد العميقة مايكروبيل التي تمت من أجل تشييد أساسات 16 برج سكنيا في مدينة سلمان. وسيوفر هذا المشروع 1382 شقة سكنية بمساحة تصل إلى 3600 متر مربع لكل طابق، حيث حاز المشروع على شهادة شركة بنتلي المختصة في مجال تصميم وبناء وتشغيل البنية التحتية. وتم تسجيل مشروع الأبراج السكنية بمدينة سلمان ضمن أكبر عدد من القواعد العميقة في العالم بعدد تجاوز 12 ألف قاعدة لتدعم مساحة 70 ألف متر مربع ويصل عمقها إلى أكثر من 15 متر. هذا وقد قام الفريق الهندسي المشرف على المشروع باستخدام التصميم والتحليل الإنشائي الجيوتقني المتكامل والمترابط لتنفيذ أساسات آمنة وفعالة من حيث التكلفة وصديقة للبيئة. وأشارت الوزارة إلى أن اتباع هذا النظام في تشييد أساسات المشروع له انعكاساته الإيجابية على البيئة، حيث يقلل هذا النوع من الأساسات تأثير الاحتباس الحراري بنسبة 75%، وهي ناتجة عن استخدام فولاذ معاد التدوير من خلال تقنية المايكروبايل المستخدمة في المشروع. ويعد هذا المشروع تحديا لوزارة الإسكان، إلا أنها استطاعت تحقيقه في وقت قياسي من خلال الانتهاء من مرحلة أعمال الأساسات وبتقنيات مبتكرة وحديثة للتأكد من استيفاء جميع المعايير وقواعد الممارسة الهندسية المتطورة والحديثة.